وصلت إلى قناعة أن جميع المنافسات في هذه الدنيا غير شريفة، ما عدا نوعين من المنافسة، أن تنافس شخصا في طاعة الله أو أن تنافس نفسك فقط. فقط هيجي واحد يقول لي ليش؟ طب يا أخي أنا بنافس فلان، أنا بنافس فلان. لا يكون الآخر هو معيارك، لا يكون الآخر هو معيارك. يعني مثلا أخي مصطفى مثلا دخله الشهري كذا كذا، لا أنا بدي أشد حيلي كذا لين أكون أعلى من أخي مصطفى. طب ليه؟ ليش؟ هذه ستولد الحقد والحسد والأنانية والشك وسوء الظن وكل أمراض القلوب. هو فعل كذا بدفع كذا، هو أنا كذا وأسوي كذا. طب ولد فلان يا أخي، أنا شفت مشهد يعني قدام عيني حصل. هذا واحد من الأولاد جاب الشهادة لأبوه وأنا جالس، الولد جاب 98. أول شيء قال له أبوه والله ممتاز ما شاء الله عليك 98، الله يوفقك يا ولدي. بعدين طالع في أسفل الشهادة ترتيب الولد الثالث، قال له أفا مين الأول؟ قال فلان. قالوا مين الثاني؟ قال فلان. طيب هم أحسن منك في إيش؟ يا الله، قال الولد جاب 98 يا آدم، وانت تقول له ليش ما يكون يعني معناته يا أخي مصطفى، شو الخطورة فين؟ شو خطورة المقارنة مع الآخرين؟ يعني هذا الولد لو جاب 80% وترتيبه الأول لرضي والده، لكن يجيب 98 وترتيبه الثالث لا، مو معقول. ليش كذا؟ ليش كذا؟ هذا تأثير على الابن يعني سلبي. يا أخي نافس الآخرين في طاعة الله. لو أخي مصطفى مثلا يختم القرآن الكريم في رمضان 7 مرات مثلا، طب أنا شد حيلي 8 مرات. المنافسة في طاعة الله ما فيها لا حقد ولا حسد ولا شيء أبدا. نعم خير. أو تنافس ذاتك. كيف تنافس ذاتك؟ أنا اليوم هنا أنا غدا هناك. يعني الله القرن اليوم يحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم، يعني الله القرن غدا سيحفظ 10. يعني الله القرن اليوم دخله الشهري كذا، غدا سيكون دخله كذا. ضع هدفا وسابق الهدف، لا تسابق الآخر. تخلص من منافسة الآخرين، نافس الآخرين فقط في طاعة الله. أما الآخرين فضع أهدافا وحاول أن تتجاوزها.